من أول أيام انطلاق إعلان حظر التجوال ووصول جائحة كورونا للعراق استعديت بأن أطلق حملة سميتها حملة تراحم، حملة إغاثية جهزنا بها سلات غذائية للعوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود اللي ما يقدرون يوفرون الغذاء أثناء حظر التجوال. بالتالي قدرنا أنه نوفر أكثر بالحملة الأولى أكثر من 2000 سلة غذائية. بعدها أطلقنا حملة ثانية تكميلية سميناها حملة التراحم الثانية لإيصال السلات الغذائية للمحتاجين لأمس الحاجة يعني. قدرنا بالمرحلة الثانية أنه نوفر حتى الآن 500 سلة غذائية، فيصبح العدد الكلي ما يقارب 2500 سلة غذائية. بدأوا الشباب يتواصلون ويا هذه المؤسسات ويعملون على تعزيز الثقة لدى المواطن بأن يبقى بالبيت، بأنه يحافظ على أسرته من انتشار هذا الفيروس، وعممنا هاشتاج بأنه البقاء بالبيت هو مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، واليسر والعسر ساعات وأوقات.